بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد يا جماعة ما اتعلمنا يعني ايه سوبر جلوبال، وقلنا ان البي اتش بي فيه سوبر جلوبالز بيلت ان اصلا فيه فاريبلز، هنتكلم بقى عنها في الدرس ده. عندي السوبر جي ده اللي هو السوبر جلوبال الفايل بتاعي، ونبدأ نشوف مع بعض ايه الحاجة اللي هنتكلم عنها النهاردة. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة اسمها سيرفر، وسيرفر دي يا جماعة بتديلك معلومات عن بيئة العمل وانت بتعمل اكسكيوت للسكريبت او انت بتشغل، بتديك معلومات عن بيئه الهوست والانفايرومنت اللي بيتم فيها الموضوع ده. سيرفر يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، ولما تعمل برمجيات متقدمه ومشاريع طويله وحاجات بتتعلق بالهوست واليوزر والهيدر والحاجات دي كلها، هتحتاج تتعلم الحاجات دي وتحترفها تماما، خصوصا لما تدخل في الويب سيرفيس والسوكت والبورتات والحاجات دي كلها. طيب السيرفر ده يا جماعة ليه حاجات كتير جدا، يعني ليه options كتير جدا بتكتب فيه، مش معظمها طبعا هتستخدمها، بس احنا النهاردة هنتكلم عن الحاجات المهمة فيها، وفي نفس الوقت هنتكلم عن تتعلمهم كلهم منين، وفي نفس الوقت برضو هنقول ليه الحاجات دي مهمة وليه في غيرها مش مهم. ايه هي السيرفر دي وبتتكتب ازاي؟ احنا قلنا ان السيرفر دي سوبر جلوبال، يعني جلوبال فاريبل جلوبال، تقدر تستخدمه من اي مكان وتأكسس عليه من اي مكان. طيب كنا بنشوف زمان لما حد بيبعت فورم وبيروح في الفورم يبعت الفورم الداتا اللي جوه الفورم دي للصفحة بتاعت اللي هو فيها نفسها، كانت عن طريق حاجة اسمها PHP self، تقول له server، وهنا بين السكوير براكتس بتقول له PHP self. PHP self دي يا جماعة اي request انت عايز تعمله وبتحط السيرفر ده في PHP self ده، مثلا تدوس عليه بيخليك تروح للصفحة اللي انت فيها، للمكان اللي انت فيه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا مثلا كان نعمل مثال لينك عادي، يعني لينك زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني نقفل البي اتش بي ونعمله لينك اتش تي ام ال عادي. ده اللينك بتاعنا، وجوه بي اتش بي هنا هقول له ايكو بي اتش بي سيلف، وهقول له الاي دي هكتب عليها مثلا كلمه كليك وسلاش ايه، واروح مثلا للصفحه بتاعتي تلاقوا لينك زي ده، بصوا لما ادوس عليه يحصل ايه، وداني نفس الصفحه اللي انا فيها بي اتش بي سيلف. الكليك بيوديني نفس الصفحه اللي انا فيها، هو ده البي اتش بي سيلف. انت بنفس القصه وانت بتبعت الفورم بتروح باعت لنفسك للفورم لنفس الملف اللي انت فيه. طيب البي اتش بي سيلف مش هتوضح لك السيرفر قوي زي الحاجات الثانيه الموجوده كجلوبال فاريبلز في البي اتش بي. زي ايه؟ عندي حاجة أنا اسمها سيرفر أدرس، عنوان السيرفر اللي هو ال اي بي أو الأدرس بتاع السيرفر بتاعك، ساعات ممكن يكون اسمه لوكال هوست. تعال نشوف كده، نطبع ايكو للسيرفر بتاعي، وجوه السيرفر هكتب هنا سيرفر اي دي دي ار اللي هي جاية من أدرس عنوان السيرفر بتاعي، وأقول له ريلود. بصوا ده الاي بي بتاعي، ده المفروض يا جماعة الاي بي بتاع جهازي، بس الاي بي بتاعك دايما مش بيطلع، الاي بي بتاعك بيحتاج فانكشنز كتير عشان نطلع الاي بي صح. هنسيب الادرس دي وهنشوف حاجه تاني خالص اسمها نيم، زي ما هي بالظبط، بس هقول له المره دي نيم بدل سيرفر ادرس. سيرفر نيم ده بقى اللي هو اللوكال هوست، شايفين اللوكال هوست اللي انا شغال عليه حاليا ده اسمه لوكال هوست، والسيرفر ادر اي دي دي ار اللي قبله هو السيرفر ادرس. طيب الحاجات دي بتستخدم في ايه؟ ممكن مثلا اقول له هنا بالدوال الشرطية، ممكن تعمل بيها شغل عالي جدا. ممكن اقول له لو السيرفر نيم بتاعي اللي انا شغال عليه ده دلوقتي يساوي لوكال هوست، لو انا شغال على اللوكال هوست مثلا هقول له ايكو يور اي بي از 172.0.0.1 مثلا، انا بدي بس مثال، واقول له ريلود زي كده. لو هو لقاني فعلا مستخدم اللوكال هوست يقول الاي بي بتاعك بقى كذا، لو مثلا لا 127 هو، لو مثلا لا يقول لك انت مثلا الاي بي بتاعك كذا. هي دي فكره السيرفر نيم والحاجات دي بتستخدمها في الكلام ده. طيب طبعا دي مش كل استخداماتها، انا بس بوريكم انت ممكن تعمل بيها ايه. طيب في حاجه عندنا اسمها في حاجه عندنا في السيرفر اسمها كويري سترينج. ايه الكويري سترينج دي؟ عارفين يا جماعة لما بندخل على اي لينك في الدنيا وتلاقي مكتوب فوق اند كذا مش عارف ايه بيساوي كذا، الكويري سترينج دي بتطبع لك السترينج اللي بعد علامة الاستفهام كاملا هنا في الصفحة دي. طب هو هنا طبع حاجة؟ لا،
هو ليه امتى بتبعها؟ لما انت تكون داخل على الصفحة عن طريق query string. ازاي؟ يعني اقول له and name بيساوي اسامة مثلا، and age بيساوي 3-2، and skills بيساوي xbx مثلا، اي حاجة من الحاجات دي. واروح انا ادخل على اللينك دي، بصوا عمل لي ايه، name بيساوي اسامة، and age بيساوي 32، and skills بتساوي xbx. طبعا لك الquery string اللي هي بعد علامة الاستفهام كاملة دي بتسمى الquery string. السيرفر البيلت ان سيرفر الموجودة في البي اتش بي عندهم الميزة يتبعوا لك الquery string دي عشان انت تقدر تبحث فيها، تقول له لو الشخص جاي الquery string فيها كلمة كذا تعرف ان هو مثلا جاي من كذا، لو الفاليو بتاعته كذا اللي في الquery string كذا اعمل كذا. كل الحاجات دي يا جماعة والله العظيم ليها استخدامات كتير جدا جدا جدا. طيب عندنا حاجة اسمها HTTP referrer. HTTP referrer دي بيقول لك انت جاي للصفحة دي منين. طيب عشان نقول له طبعا جاي منين، خلينا نعمل صفحة تانية نجرب منها. الصفحة التانية هحط فيها لينك بس، ahref بيساوي، وجوه اللينك ده هقول له انا اسم الصفحة بتاعتي superg.php، واقول له هنا كليك وسلاش a، وسايب الصفحة جنب دي سميها test.php مثلا، واروح للصفحة التست دي اهي، نرجع لها تست، وادوس على الكليك http ادي السوبر جلوبال، في حرف R يا جماعة زيادة، انا اسف، حرف R زيادة، ادي http referrer. هرجع تاني لصفحة التست وادوس على الكليك، بصوا قال لي ايه، قال لي انت جيت من صفحة اللوكال هوست بي اتش بي كورس تيست دوت بي اتش بي، بيقول لي انت جاي من اللينك ده، وده الريفيرر. الريفيرر يا جماعة في متصفحات كتير، يعني في انظمة تشغيل كتير مش بتدعمه، لكن هو طبعا ما زال قوي جدا وما زال تقدر تستخدمه في مشاريعك وتعمل بيه كل اللي انت عايزه. يعني اي لينك الشخص جه منه تعرف عن طريقه الشخص ده جاي عن طريق كذا، جاي من جوجل، جاي من كذا، ودي طبعا المواقع العالميه كلها بتحسب الترافيك سورس بالطريقه دي، انه يقدر يعرف اللينك اللي انت جاي منها ويخزنها، وعن طريقها في الداتابيس يعرف اكتر المواقع اللي جابت له لينكات معينه والكلام ده كله. اخر حاجه عندي من الحاجات اللي هنتكلم عنها ال HTTP بورت، البورت او السيرفر بورت. السيرفر بورت يا جماعة هو المدخل الخاص بالاباتشي اللي هو احنا بنستعمله. الاباتشي بيستعمل بورت معين في السيرفر عشان يدخل، البورت ده طبعا خاص بالاباتشي هو بورت 80. هندخل على الصفحة ونشوف ريلود كتب لي بورت 80، فانت تيجي هنا تقول له مثلا you are using بورت كذا، you are using بورت 80. هنا تبقى عارف طبعا السيرفر بورت اللي انت داخل عليه، داخل على الاباتشي منه، عشان لو في مشكله تقدر تغير البورت، تقدر تتبع البورت من هنا تعرفه، عشان لو هو معمول له بلوك او عايز تغيره او عايز تعمل فيه اي حاجه ساعتها السيرفر الجلوبال فاريبل اللي هو السيرفر يقدر يساعدك في الموضوع ده. طيب منين اقدر اعرف كل الحاجات الخاصه بالسيرفر؟ من موقع البي اتش بي دوت نت، اجيب لكم اللينك حالا. دي يا جماعه صفحه الفاريبل الخاصه بالسيرفر اهي، لو كتبت سيرفر وجنبها بي اتش بي دوت نت اهي هيجيب لك كل الحاجات الخاصه بالسيرفر، بي اتش بي سيلف، وعندك جيت واي انترفيس، سيرفر ادرس، سيرفر نيم، سيرفر سوفت وير، سيرفر بروتوكول، ريكويست ميثود، ريكويست تايم. كل الحاجات دي طبعا، كل الحاجات دي يا جماعه تقدر تعمل بيها شغل عالي جدا. الريكويست ميثود دي ان شاء الله منتعلم الاجاكس هنستخدمها، فيها شغل حلو جدا، تعرف السيرفر يعني تقدر تعرف من السيرفر الجيت او البوست انت دخلت، يعني دخلت على الاستعلام بالجيت ولا بالبوست، يعني انا بعت بيانات من فورم معينه عشان احدث قيمه في الداتابيس، اقدر اعرف عن ان الريكويست ميثود دي هل هي بوست ولا جيت، علشان اقدر بناء عليها اعمل حاجه معينه في الحمايه مثلا، او في تعديل البيانات، او في استقبال البيانات. عندك حاجة زي مثلا الكويري سترينج اهي، الدوكيمنت روت، الدوكيمنت روت بيطبع لك طبعا اتكلمنا عنها قبل كده، بيطبع لك الروت المسار كاملا من اول الروت بتاع السيرفر. هنا اهو ادي الدوكيمنت روت، بصوا سي اكس اي ام بي بي اتش تي دوكس، ده الروت بتاع السيرفر بتاعي لحد الاتش تي دوكس، ده الروت الخاص باللوكال هوست مش الداير، بعكس الداير، الداير بيجيب لي الفولدر او الدايركتور اللي انا فيه دلوقتي ده اللي هو ده، انما الاتش تي دوكس ده هو الروت بتاع السيرفر. يعني انت لو عندك سيرفر وخدت استضافه هتلاقي نفسك في ال www او ال htdocs، هو ده الروت بتاعك اللي هو مجلد بيكون اسمه public html، جواه بقى تبدا تحط انت ال php course والكلام ده كله.
ادي حاجة من الحاجات، وكل اللي انتم شايفين ده طبعا في حاجات كتير منهم هتستخدموه وفي حاجات لا، وهنحاول باذن الله ان احنا نعمل امثله وتطبيقات في بلاي ليست البي اتش بي ونتكلم عن الحاجات دي ان شاء الله. يا رب نكون يا جماعه عرفنا يعني ايه السيرفر، وعرفنا الحاجات الخاصه بيه، وعرفنا نذاكر منين المعلومات عنه، وبرده مش هنسيبها وهنتكلم عنها باذن الله في يوم من الايام كلها. ويا رب الدرس يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، وشكرا.